السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وهي محرز في مواجهة بالرحمة، وين يفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدور الإنجليزي الممتاز اليوم عندما يخوض لقاء صعب خارج ملعبه أمام مضيفه ويست هام لحساب الجولة الأولى من البريمير ليج، ويسعى السماوي للحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفربول، كما تأمل كتيبة المدرب الإسباني تحقيق انطلاقة قوية في المنافسة الافتتاحية من أجل يعني باللقب للعام الثالث على التوالي، وعدم تكرر بداية بطيئة نسبيا كما هو الحال المواسم اللي فاتت، وين شاهدنا وين بصح يقول لك الفيد، وين يدخلوا في الفيد وبعد يعاودوا سي ماتش يعاودوا ينطلق. شاهدنا كيفاش وين كيسموها مانشستر سيتي كيفاش تعاود تتقلع من جديد. عندنا بزاف شحال ماتش، 5 تاع ليه ماتش، 6 تاع ليه ماتش، وين يعاودوا يقلعوا من جديد. عقلوهم بزاف، راهي باينه كيما هكا مانشستر سيتي، يعني وين لم يخفض سيتي مرحلة التحضيرات المثالية وخسر كذلك اللقب الأول في موسم أمام ليفربول في الدير الخيري بعد هزيمة بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في المقابلة، وين يبحث النادي اللندني عن احتلال مركز متقدم في ترتيب الدور الإنجليزي بمنحه فرصة مشاركة بأحد البطولات القارية الموسم المقبل. الموقع وين الملعب لندن الأولمبي سيشهد مواجهة جزائرية بين رياض محرز نجم السيتي والسعيد بالرحمة نجم ويست هام. وسبق لمحرز أن واجه ويست هام تابع مع لايستر سيتي مانشستر سيتي في 17 مباراة، وين أسهم خلالها بست أهداف بين صناعة وتسجيل. في مقابل خاض بالرحمة ثلاث مباريات ضد مانشستر سيتي كلها مع ويست هام، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف. وحسب التقارير الصحيفة الإنجليزية فإن محرز سيكون أساسي خلال المباراة المرتقبة، بين سيبدأ بالرحمة مباراة على دكة البدلاء. ربما نعرف حنا يا كيما يقول لك مازال ما بنتش وين يحل على ضيف يعني رياض محرز مع فريقه على ويست هام، والذي يلعب له زميله في المنتخب السعيد بالرحمة برسم الجولة الأولى البريمير ليج. المهم وين دروك باش يبدا على بالك وين السيتي على بالك يحوس كيفاش يبدا ويحافظ على اللقب تاعه، وين يفتتح مانشستر سيتي مشواره في الدوري الانجليزي بخوض لقاء صعب، يعني وين يبقى صعب امام ويست هام، امام انصار ويست هام، اما مضيفي ويست هام وين يسعى للحفاظ على يعني وين نقولوا باللي مانشستر وين يسعى على الحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسه كانت قويه جدا مع ليفربول. وين البانيك وين مانشستر سيتي وين يحوس احتلال مركز متقدم، يعني ما غاديش تكون سهله، تكون سهله بيناتهم، خاصة وين هذه أول مباراة البطولة تاع إنجليز تبقى من البطولات اللي فيها الإثارة بزاف. سيشهد مواجهة جزائرية بين محرز وبالرحمة، لعب ست وين لعب الأم 17 مباراة في المقابل، وين صح محرز وين لعب 17 مباراة ما بين مي كان في لايستر سيتي وكان في مع مانشستر سيتي. وفاني وين في المقابل وين خاض بالرحمة ثلاث مباريات ضد مانشستر سيتي كلها مع ويست هام، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف. وحسب التقارير الصحيفة الإنجليزية فإن محرز سيكون أساسي خلال المباراة المرتقبة، بينما سيبدأ بالرحمة مباراة على دكة البدلاء. وما حسب يعني وين نقولوا باللي حسب المواقع
عادية، وإن حسب ما أورد موقع سبورت مون البريطانية فإن مدربين يعني المدرب بين المدربين دافيد مويس وغوارديولا سيعتمدان يعني سيعتمدان محرز وبالرحمة في التشكيلة الأساسية، ويستعد الدولي الجزائري محرز للمشاركة في بطولة الدور الإنجليزي الممتاز يعني الموسم التاسع على التوالي، 9 مواسم على التوالي، يعني عنده خبرة، عنده خبرة ماشي زعاقة. وكان قائد محاربي الصحراء وانضم الى لايستر سيتي في عام يعني في موسم 2013-2014 واسهم بشكل كبير في صعوده لمصاف الكبار قبل ان يتنقل الى وين يتنقل في 2018 لمانشستر سيتي في صفقه بلغت قيمتها يعني 67 مليون يورو و800 الف و800 ألف. وفي الموسم الأول في البريمير ليج وإن شارك محرز في 30 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 قبل أن يشهد مستواه نقلة نوعية في نسخة 2015-2016 حين قاد لايستر سيتي للفوز باللقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن أسهم ب 27 هدف بين صناعة وتسجيل. وفي موسم 2016-2017 قدم رياض محرز مستويات متوسطة مع لايستر سيتي إذ سجل 6 أهداف وصنع 4 خلال 36 مباراة قبل أن يستعيد بريقه في الموسم التالي حين أسهم ب 23 هدف بين صناعة وتسجيل في 36 مقابلة. أيضا بداية يعني بداية رياض محرز مع مانشستر سيتي في موسم 2018-2019 كانت صعبة حيث خاض 27 مباراة فقط وسجل خلالها 7 أهداف بخلف 4 تمريرات حاسمة، واستعاد محرز ذاكرة التألق في الموسم الثاني مباشرة وأسهم ب 23 هدف بين صناعة وتسجيل خلال 33 مباراة بالبريمير ليج. وتراجعت أرقام محرز في الموسم 2020-2021 حيث اكتفى بتسجيل 9 أهداف وصنع 6 في 27 مباراة قبل أن تتحسن في الموسم الأخير الذي أسهم فيها نقولوا بلي كلش في 24 هدف خلال 28 لقاء. وفي الموسم يعني الثامن من السابق خاض النجم الجزائري 254 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل خلالها 77 هدف وأهدى 55 تمريرة حاسمة في جميع المباريات. ان شاء الله ربي احنا دروك محرز يبقى اللعاب اللي عنده متابعه تاعو عنده وين رافد يعني نقولوا باللي رافد يعني محرز وين رافد امال جماهير مانشستر سيتي ومحبين يعني لهذا النادي ومحبي رياض محرز. لعاب اللي يبقى نقولوا باللي يبقى يقدم مستويات يعني كل موسم وين عنده مستوى تاعو عنده الاسم تاعو يعني في البريمير ليج يعني وين عنده الاسم تاعو محرز وين يبقى اللاعب اللي قدم الكثير يعني في النادي تاعو او في المنتخب الوطني الجزائري دائما ويكون يعني النهاية تاع محرز دائما وين تكون في احسن يعني مستويات انه خاصه غادي تبدا صح يبداو اليوم يلعبوا مكاش اشكال يلعبوا يبداو يعني اول مباراه ثاني مباراه شاهدنا وين دائما مانشستر سيتي وين تلقى مشاكل في بدايه الموسم تاعها. شاهدنا كيفاش التناسق يعني في الخطوط يعني الخطوط الاولى للنادي تاع مانشستر سيتي في الهجوم وين شاهدنا وين شويه نقص يعني في التناسق، لكن بمرور المباريات 4 مباريات 5 مباريات وين يكون يعني الانطلاقه تاعهم هي ينجم هما وين تكلموا عليهم بعض التقارير وين قال لك باللي يحوسوا كيفاش ما يقلعوش ذيك الانطلاقه تاعهم ببطء يحوسوا عليها دائما وين التقليعه تكون في المستوى. هذه هي غادي نقولوا بلي ودي اليوم وين تبقى المباراه في
جزائريه كما نقولوا حنا، تبقى مباراه جزائريه بين محرز وبالرحمه. نتمنوا فانيك بالرحمه يكون اساسي، فانيك نتمنوا يكون اساسي بالرحمه، هذه هي صحيته. ما تنساوش تعطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، ربي